الاخ شيكابالا كان سيف الاخ، قال لي لو كلمت تاني انا هتبعك. ده من لاعب في نادي الزمالك. هتبعك يعني عمل لك كده مثلا؟ بالظبط برافو عليك. ادي واحد. اثنين، صور على مكان حساس في جسمه وقال لي انت على ده. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس. جاسوس في اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي. ليه جاسوس؟ عشان لما بتحصل خناقه او بتحصل مشكله ما بين اتنين لعيبه، هو مين الموجودين في اوضه اللبس؟ لعيبه، جهاز فني، بس عمال، مين كمان؟ في صحفيين؟ لا. طب مشكله الكهرباء دي طلعت ازاي بره النادي الاهلي؟ تعالوا اقول لكم في الحلقه دي ايه اللي حصل بالظبط. في البداية معكم مصطفى محسن، ما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان يروح لأكتر عدد من الناس، ونشترك في القناة لو احنا مش مشتركين، ونفعل جرس التنبيهات ونختار قول. نتكلم على كهربا. كهربا من ساعة ما جه النادي الاهلي، والنادي الاهلي عارف مشاكله من ساعة الزمالك، وعارف ان هو لسانه طويل وقليل الادب، عشان كده النادي الاهلي عمل له لائحة خاصة بيه. ايوة، لائحة خاصة بكهربا عشان لما يخرج عن النص زي ما بنقول يتقرس ودنه بس بزيادة، ما تبقاش قرصة طبيعية. طب هل ديت اول مشكله الكهرباء؟ لا، مش اول مشكله الكهرباء. ليه؟ مش هننسى ماتش السوبر واللي عمله، ومن ساعه ما نزل ماتش الزمالك وكهربه، وقله الادب اللي كانت في الملعب. وانا في الحلقه دي مش بتكلم بانتمائي كاهلاوي او راجل بتكلم في الكوره بشكل عام، انا بتكلم راجل فير، ولا اهلي ولا زمالك، هنتكلم فير في الموضوع. فير ان كهرباء غلطان، فير ان كهرباء قليل الادب ولسانه طويل زي شيكابالا، عادي خالص. شيكابالا يعني لعيب قليل الادب ولسانه طويل، وكلنا عارفين الكلام ده كله، زي ما مرتضى منصور كان دايما يطلع يتكلم عليه، وهنشوف دلوقتي. ثم رجع تاني ليا وبصق على المنديل اللي كان في ايده او الشعره ما اعرفش ايه اللي كان في ايده، وراح رميها عليا انا ومجلس اداره. طيب نرجع بقى لكهربا. كهربا كان في مشكله ما بينه وما بين الشناوي قبل كده، وبعد ما رجعنا من الكورونا الراجل وهما بيلعبوا كروت في التقسيمه صور فيديو، حد يعني صوروا فيديو بالموبايل وجاب جون في الشناوي ونزله، فمن ساعتها والاجواء ما بينه وما بين الشناوي متوتره شويه. فحصل امبارح وهما في اوضه اللبس كلام بيهزروا بقله ادب، كهربا بيهزر عادي، حاجاتنا يعني حاجات اللعيبه عادي خالص، مش اي مشكله خالص. والشناوي قال لا ده ما ينفعش، وقله الادب ديت والكلام ده ما ينفعش، شدوا مع بعض، انت مين؟ انا كابتن الفرقه، كابتن على نفسك. وهنا اختلفت بقى الاقاويل. اللي قالك كهربا خد شنطته ومشي بره النادي وبعد كده رجع تاني، واللي قالك اصل كهربا اتخانق تاني في الممر مع الشناوي، مش عارف ممر ايه يعني، الناس نازلين الملعب واحنا نازلين في استاد القاهره، وقالك اتخانقوا تاني وجوه الملعب اتخانقوا تالت. وطب لو حصلت كل الخناقات دي فين الجهاز الفني من الموضوع؟ بعد كده هو طبعا الاقاويل زادت، وقال لك اصل ضرب سيد عبد الحفيظ على قفاه، واصل هو اتخانق مع سيد عبد الحفيظ، واصل هو شتم النادي الاهلي وشتم رموزه وخرج ومشي، واقاويل كتير وكلام كتير. بس ازاي 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 الكلام ده خرج بره اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي؟ عايزين نفهم. ده كهربا اول ما التمرين خلص الموضوع بقى معروف على الملأ، على في جميع الويب سايتس، وطبعا بالاخص اليوم السابع هو اول موقع نشر الموضوع، ومنه الموضوع انتشر، عشان كده النادي الاهلي طلع واصدر بيان وقال لك هيتم تغريمه مليون جنيه. بس ازاي خبر زي دوت يطلع بره اوضه اللبس؟ ده معناه ان في جواسيس في اوضه اللبس، ومعنى ان في جواسيس في اوضه اللبس دولت ممكن يكونوا لعيبه، فلعيبه ما بتحبش بعضها، فدي مشكله تبقى جوه النادي الاهلي. يعني لما انت تبقى لعيب في النادي الاهلي وفي عندك لعيب زميلك عايز يوقعك، هيطلع عليك اي حاجه وحشه هيشوفها قدامه هيطلع يطلعها الاعلام، واضحه طبعا وباينه وصريحه يعني. فيا اما لعيبه ما بينهم مشاكل ودي مصيبه سودة، يا اما حد من العمال اللي شغالين جوه النادي الاهلي ودي كارثه اداريه، ان انت يبقى في عندك عمال شغالين جوه اوضه اللبس بيطلعوا اخبار واسرار اوضه اللبس بره، ودي برده كارثه ثانيه. يا اما حد من الجهاز الفني، ودي حاجه مستحيل ان هي تحصل، او ممكن يكون حد عايز يوقع كهربا وعايز يوقع الشناوي وعايز يوقع الدنيا في بعض، الله اعلم ايه مصلحته، وبيطلع مين تاني يعني غير الثلاث اطراف دول؟ اتمنى تقولوا لي انتوا شايفين مين؟ مين في الثلاث اطراف دولت اللي ممكن يطلع خبر زي دوت بره؟ انا وجهه نظري الشخصيه هو لعيب من اللعيبه. هقول لكم ليه لعيب من اللعيبه؟ طبيعي ان اي حد اداري هيبقى خايف على اكل عيشه، لان طبعا الناس اللي بتبقى شغاله في اوضه اللبس ديت في الاول وفي الاخر ناس غلابه مالهاش غير اكل عيشها، ولا يهمه كهربا ولا يهمه الشناوي ولا يهمه الكلام ده كله. ادي بقى على ايه شويه اللعيبه المحترمه اللي بقى مليونيرات دولت، اللي بياخدوا بالملايين، اللي يلا هتخصم له مليون جنيه ولا فارق معاه، اللعيبه اللي خلاص اتعمت ولما بنشوفها في الملعب بتنزل ولا بتادي ولا بتجيب يعني ولا لمنتخب مصر ولا الاهلي اي شيء. يعني اللعيبه فعلا دي شبعت بزياده، ولازم يتقرس عليها قوي قوي
قوي. اللعيبة طبعا عايزة توقع بعض. ليه؟ دلوقتي الملايين خلاص قدامهم، مليون رايح ومليون جاي و2 مليون و5 مليون و4 مليون، وانا النهاردة لو انا ركبت مكان اللعيب دوت خلاص انا مش عايز حد ينزلني، وانا عايز انا اللي العب اساسي عشان انا الاعلانات وانا 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 وانا. فديفنتلي 100% اللي عمل المشكلة ديت هو لعيب من اللعيبة. الاهلي في ورطة للأسف، الأهلي في ورطة عشان تحصل مشاكل زي ديت في أوضة اللبس بالمنظر ده وبقلة الأدب دي في تاريخ النادي الأهلي يعني عمرنا ما سمعناها. ولو كانت بتحصل كان في دايما مديرين كرة بيكربجوا. الله يرحمه الكابتن ثابت البطل، ما فيش حد كان يجيب سيرته غير لما يقولك كان حازم 100%. أنا مش هنتقد سيد عبد الحفيظ ولا هنتقد إدارة الأهلي، لكن وجود لعيب زي كهربا في أوضة اللبس بالمشاكل دي والهبل ده بصراحة عيب قوي، عيب قوي كمان علينا في يعني أنت أصلا كنت موقوف ولسه هتبتدي ترجع للماتشات وداخل على بطولة أفريقيا و إلخ عشان يعني تبتدي ها يعني تفتح صفحة جديدة زي ما بنقول يعني، فتقوم عامل مشكلة زي ديت. وإيه سببها؟ إيه سببها؟ لازم العرفة والعنجهية. عملت أنت إيه أصلا النادي الأهلي؟ يعني حتى هذه اللحظة أنت إيه تاريخك مع النادي الأهلي عشان تعمل كده؟ واخيرا رسالتي للزملكاويه، الزملكاويه في ناس طبعا على عيني وعلى راسي وفي ناس بتحب تزيد في الزيطه. رسالتي للناس اللي بتزيد في الزيطه هو ده تصرف غلط، يعني اللي كهربا عمله ده والازمه دي كلها من الاول للاخر غلط، في ناديك في ناديه هي غلط، فما ينفعش ان انت بقى ايه تتصدر المشهد، ايه ده بص كهربا عمل ايه، ايه ده بص مش عارف ايه. مش عايزين ناخد ثقافه مرتضى منصور وننقلها ان تبقى دي الثقافه الدارجه. ثقافه مرتضى منصور وهي ثقافه التشهير والسب والقصف واللعن والتلميح والكلام ده كله ما ينفعش ان احنا يعني نتبعه كجماهير بتشجع كوره في مصر. الراجل طبعا مرتضى منصور ما صدق بقى امبارح، طلع جات له بقى على التبطاب يعني، طلع بقى هو ده كهربا وانا قلت ده هديتي للاهلي وانا قلت لكم ده لعيب قليل ادب و لك. طبعا مش هنخلص بقى من المود دوت، بس طبعا خلينا نقول ان في الاساس الخبر طلع من جوه اوضه لبس النادي الاهلي، وانا بقول لكم مليون في المية مليون في المية اللي مخرج الخبر ده بالشكل ده بالتفاصيل دي هو لعيب من اللعيبه، عشان انت مش هتقدر تثبتها على مين من اللعيبه. ما اكيد اللي كان حاضر الواقعه ديت في كذا لعيب موجود، هتقدر تثبتها ازاي؟ فهو لعيب من اللعيبه. يعني اتمنى الاهلي كده هو يعيد ترتيب اوراقه ويعرف مين اللي جوه اوضه اللبس اللي بيسبب المشاكل زي دي، لان مشكله زي دي لما تظهر للساحه رغم ان وارد ان يحصل مشادات ما بين اللعيبه، وارد ان يحصل خناقات، بس ان هي تطلع في وقت زي دوت وتتصدر المشهد وتخلي الناس بقى تتصيد الاخطاء ونقعد بقى نلت ونجري بقى في موضوع زي ده في ظروف حرجه بيمر بيها النادي وبيمر بيها فريق الكوره بشكل عام، ده خطر وخطر كبير جدا 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 على النادي الاهلي. صح صح والغلط غلط. انا ضد اللي عمله كهربا مليون في المية، وفي جماهير كتيرة جدا من الاهلي برضو ضد اللي عمله كهربا مليون في المية. مفيش حد عاقل هيقولك اللي عمله ده صحيح وبراحته، لا غلط يعني غلط، شتيمة وقلة ادب في النادي وفي المدربين وفي الجهاز الفني وفي اللعيبة وفي التاريخ. لا يا بابا انت بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في اي نادي تاني. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم ايه في كهربا، يفضل ولا يتباع؟ والله انا يعني في ظروف زي ديت لو النادي الاهلي يعني بقوته لعيب زي ده يتحط على الترانسفير ليست في ثانيتها، لعيب زي ده ما يكملش ولا يلعب كوره تاني. هتقول لي ما هو خد غرامه وخصمه مليون جنيه، هقول لك يا باشا اللعيبه ديت شبعت 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 فلوس شبعت فلوس. مليون جنيه دول بالنسبه له زي ال10 جنيه اللي انت بتدفعها في الباركينج ولا بتدفعها في اي في الكشك ولا اي حاجه، ده مليون جنيه بالنسبه له هيعوضهم من اي اعلان ولا من اي حاجه في الدنيا. فصباح الفل، وممكن نبقى نعمل اعتذار ساعه المكافئات والدنيا تتلم. فموضوع الغرامات والجو ده ما بياكلش عيش، لكن مبادئ النادي الاهلي لو احنا بنتكلم على مبادئ، لعيب زي دوت يطلع بره النادي الاهلي عشان فكره مبادئ النادي الاهلي. لكن انت النهارده انا شايف ودي وجهه نظري بنكسر مبادئ النادي الاهلي عشان اشخاص، وده غلط وما ينفعش ان هو يكمل. لو انت معايا اكتب لي في الكومنت، لو انت ضدي برضو اكتب لي في الكومنت واقنعني. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، كان معاكم مصطفى محسن، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.